خيرات ربي 23 سنة تو أنا من لهنا هكا الطريقة هذايا هكا ما تلقى شكون تشكي ما تلقى شكون عدل تمشي تشكي له يقول هكا يعني أي هي بر يمشي ترجع لروحك ما فات يسمعك حتى إنسان وما يسمعك حتى حد تم التنصيص على اللامركزية على مستوى الدستور أنه ستقع انتخابات على مستوى جهوي إقليمي وهذا هام جدا لأن أهالي المنطقة هم الذين سيختارون من يحكمهم وكذلك أن السلطة البلدية ستصبح لها دور إيجابي وفعال ولها سلطة قرار إذا حاولنا أن نستخدم مفهوم المركزية بصورة مبسطة لمختلف الشرائح لقلنا بأنها هي أقرب إلى العدالة الاجتماعية وتوزيع المهام وتوزيع السلطات والمهمات بين جميع أفراد الشعب وعدم حصرها في لدى أفراد معينين في السلطات العليا. من متواصل عندها 60 سنة هذيك هي بنفس المنطق وبنفس الممارسات معناها هو يجي يحدد لك هو من غادي ما يعرفش بلاد ما يعرفش حتى وكيفاش تجي وكيفاش يدخلوا لها وكيفاش يمشوا لها ويحدد لها لي بيزوا نتاعها في بيرو في تونس في السنترال وكهو يلزم معناها يعني ثم دي سنتراليزاسيون ويلزم الناس كل بلاد ما نحكيش حتى على الناس اللي انا برك نحكي على مستوى اي منطقه في الجمهوريه ان تكون هي تعرف لي بيزوا نتاعها ريال باش تنجم هي تعمل لي زيتيد نتاعها والبلانينغ نتاعها ومن بعد توصل للناسيونال باش هو ينجم يحضر لنا شنو نجم نعمل وضعية يعني صعبة من نواحي الكل سواء مش نبدوها احنا من انطلاقا من واحد يبدا صغير وحتى كي هو بيبي انه فعلا التونسي كان يعني ولا يزال هو لحد الان يعني يعاني من عده مشاكل خاصه في المناطق هذه المهمشه حتى كي يولد معناها ولا امراه مش تولد يمشي معناها 15 و16 كيلومتر 17 كيلومتر باش يلقى سبيطار انه المشاريع اللي كان يتسوق قبل انها انجزت في سليان وفي القصرين وفي سيدي بوزيد وفي جدوبه هذيك كانت كلها مشاريع على الورق وكانت أوهام كي يولد من بعد مش يعمل التلقيح نتاعه ويهبط زاد كذاك 3-4-5 كيلومتر باش يلقاش المستوصف لا مركزية هي تساعد على تفتيت الثروة بمعنى إعادة توزيعها بشكل أكثر عدالة وأيضا توزيع السلطة وعدم تركزها في يد أو في مركز واحد وبالتالي سرعة الاستجابة لطلبات واحتياجات مختلف المناطق والمواطنين واختلاف مستوياتهم أيضا المركزية تساعد على تمثيل أوسع وأكبر لفئات عديدة مهمشة مثل المرأة مثل العمال مثل الفئات الدنيا من المجتمع على السلم الاجتماعي يمشي كالعادة 6 كيلومتر وباش يقرأ في مدرسة كبار الغول اللي هما تلامذة ذونا مازالوا كيجو يبقى ساعتين يسيبوا نصف نهار يخلطوا لهنا اللي هي تويكة إلى المواطن البسيط اللامركزية هي إعطاء كل ذي حق حقه بمعنى توزيع الموارد وإعطاء كل محافظة أو كل إقليم أو كل ولاية حقها في الحصول على الخدمات التي يحتاجها المواطن يعني إعطاء المواطن البسيط حقه
في المنطقة الموجود فيها مساواة بأخيها المواطن الموجود في العاصمة أو موجود في المركز. لا مركزية في مفهومها العام أن الحكم الذات للذات. فممكن أحكي أنه كيف إحنا نحكم أنفسنا بأنفسنا، تسهيل لأداء الخدمات، تسهيل لأداء التشريعات للمواطن. فمبسطة كتير أنك تخدم نفسك في نفسك، هي اللامركزية في الحكم المحلي. D'une relative autonomie que chaque entité gouvernementale va avoir, que ce soit des gouvernements locaux ou des gouvernements régionaux. Alors, une autonomie dans la prise de décision, dans l'élaboration de leurs politiques publiques. Une autonomie financière aussi, parce que, bon, c'est beau d'élaborer des politiques, mais encore faut-il avoir les moyens de les mettre en œuvre. Alors, là, on parle d'une autonomie financière, c'est-à-dire d'avoir les ressources pour mettre en œuvre ces politiques-là. كمفهوم بسيط اللامركزية إنه نحن نتمكن من إدارة مواردنا، وبالتالي ما عندنا موارد أرض كأرض، موارد اقتصادية، موارد مالية، موارد إدارية. بالتالي نحن نحاول نمكن كل سواء كان من ذكر أو أنثى، وبالتالي ولكن نخصص وبشكل عام المرأة. ما هي الموارد اللي ممكن تستغلها؟ ما هي الطاقات اللي ممكن نستفيدها؟ كيف هذه مواردنا بدل ما تكون تصدر إلى المركزية أو المصدر الأساسي في صنعاء، كيف نستطيع من خلال نحن أبناء المحافظة، أبناءنا الذاتيين، قدراتنا، إمكانياتنا، كيف نستطيع إدارة أنفسنا؟ حتى كي تمشي ما يسمعوكش، تمشي تشكي ما يسمعك حتى حد، تلفوك من برا لبرا ما يسمعك حتى حد. قالوا يسمعونا ويسمعونا على الأقل، كي نمشي باش نشكي لك الإنسان ذاك يفهمني ويسمعني. إذا أردنا أن نغير الوضع في البلاد لابد أن نبدأ من المحلي، من المناطق الريفية الصغيرة ومن المدن ومن القرى، وكل القرارات تكون من فوق، والإصلاح لا يمكن أن يكون إلا من الأسفل. لكي نصلح لابد أن نبدأ بإصلاح الأسفل، يعني الوضع المحلي فالجهوي، ثم نصعد إلى المركزي.